السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. وفيديونا هاليوم يلقاكم كامل هنيين ومتهنيين. نستفتحوا فيديو تاعنا وكلامنا بالصلاة والسلام على اشرف خلق الله عليه افضل الصلوات والسلام. كما راكم تشوفوا ملخص الفيديو راح يكون فيديو تحفيزي كله نشاط، وش من نشاط وش من تنويع وش من تقلاش. كما راكم تشوفوا التنظيف، نستفتحوا نهارنا دائما بهذا الامور، سورتو اللي يحلو تيق في الليل. دي فوا نعولوا على الكليماتيزر، دي فوا ما نعولوش عليه، مسكين نخليوه يروبوزي شويه، نحلوا التيخ كامل بيتهم محلولين كي تكون هذيك النسمه، ونسلكوها غاليه الصباح كيما انايا هنايا راكم تشوفوني مسلكتها غاليه. تشوفوا الغبره هذه تقولوا هذه جامي مسحت غبرتها وما تدورش بها طول. وهي يا البنات نحل الطاقه يا لو كان نص ساعه ولا ساعه تولي دنيتي بكل مغبره كيما راكم تشوفوا. اول حاجه درتها فوت قبل على الغبره بكل، وانا الطابله هي تشطح وانا نتبع فيها. اللي عندها الاولاد هذه حالتها كل تتقرقش. معليش كيما يقول لك في سبيل الراحه النفسيه تاعهم، معليش كل شيء يتعوض الا نفسيه وليداتنا. ساعات نهبلوا عليهم وساعات نصبروا عليهم، سورتو كي نعودوا نيماجينيو المستقبل تاع النفسيه تاعهم كيفاش راح تكون. كيما نقولوا بالعاميه نستخزاو رواحنا، ايا نوليو نحشموا لرواحنا ونخليهم يعيشوا هذوك اللحظات ويعيشوا السن نتاعهم، وهذو هما صغار وسورتو ذكوره. والحمد لله على النعم، لانه كل حاجه عطيها لنا ربي في هذه الدنيا هي نعمه من عنده، لازم نحمدوه ونشكروه عليها. ودركا الترغوينه العالميه، شكون اللي كي حالتي تفوت على الشامبوان كيما تدوش هي تدوش الدار تاعها. انا نبغي نغسل الارض بزاف بالشامبوان البنات. شوفوا ترغون لك وتعطيك ريحه على كيف الدار، في نفس الوقت كي تجي تشلي تسمى تعاودي تصفي الدنيا من هذا الترغوينه هذه ماهيش راح تتعبك، تسمى ما تغبنيش معاها. ماشي كيما ليزيس ولا جافيل يغبنوك وفي نفس الوقت راح يخليو لك الارض تاعك ولا لا دال دو سول تاعك راح تبقى لك شهبه. المهم هنا كيما راكم تشوفوا حكمت الدار بكل، راكم تشوفوا راني في عقابها والولاد حلات لهم فاتوا شويه هكا زلقوا شويه حلات لهم، قال لك غير نقعدوا نعاونوكم ما بيهمش يعاونوني ولا سبع المستحيلات يعاونوني يديروا لي الدمامر فرات، هما بيهم غير باش يزلقوا في الارض. وانا خفت كشمي واحد يقيس واحد ويطيح على فمه ولا ما. المهم بعيد شرك شمي اي تهدر هذه يعني تهدر هي ولا نهدر انايا رونق ما فهموكش واش راكي تقولي لهم، كنت تقولي لهم بلي انا اللي سيقت ماشي ماما. المهم قلت لكم انا اللي سيقت ماشي ماما، وانا نعيط عليهم ونقول لهم ما تمشيوش ما توسخوليش الدنيا. كي هاد الساعه ان شاء الله. المهم هنايا حكمت صفيت الارض، صفيتها مليح كيما قلت لكم، ماما ايش راح تغبنكم. شامبو راح تنحي لكم الشيء اللي بغيتوا تنحيوه من غبره من ليطاش من كل شيء، وتعطيكم ريحه مليحه وما تعبكمش. ومن بعد هنايا راح ندير سانيبون. الاول راهو سانيبون معقمه البنات، على بها ني درت زوج انواع، والثاني اللي ما نستغناش عليه اللي بدات معايا من بدايه قناتي تعرفني باللي هذا السانيبون ما يخطينيش دائما حاضر ناظر. ريحته تهبل البنات صراحه، ميم الزرق شميته ريحته مليحه، وسبق عطيتكم به تدبيره وكاين تدبيره واحده اخرى ان شاء الله في الايام المقبله راح نبارطاجيها معكم. المهم هنا عاود فوت على الدار، يعني في العاده في الصيف ما نفوتش هكا، بصح اللي عندها الاولاد لازم تعاود تفوت خاطر قاعدين غير يلبسوا زولي في الارض. كملت الدار نظفتها فحفحتها. المهم ما كملتش معاكم خاطر ناضت وحد الغبارة قريب تطير الدار بكل، رحت نجري قفلت الدنيا دخلت الحوايج ما كملتش صورت. ودركا راح نبارطاجي معاكم واش درت الغداء. الغداء هنايا نوعت لهم كل واحد واش طلب، سواء الزوج الكريم ولا اولادو اللي هما اولادي طبعا. المهم هنايا كل واحد واش بغى، قلت يلا نديرهم ندير لهم شويه 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 ونوع لهم في الغداء، وفي نفس الوقت بغيت يكون الغداء هذا شويه صحي. حكمت لي فريت الراعي الرسمي عندي في الدار في كل الفصول وكل المواسم وكل الاوقات. المهم حكم درت شويه تاع بطاطا كيما راكم تلاحظوا، حكم درت لها الملح ودرت لها شويه تاع الزيت. قيس زوج مغارف هكاك تاع الزيت، مغرفه واحده راهي تكفي على كل حال. كاين حتى اللي يديرها بلا زيت بصح انا لا استطيع ما نقدرش نيماجيني ما نكذبش عليكم. هكا راح تجي مقليه تهبل تهبل. تما هذه الطريقه كنت بارطاجيتها معاكم حتى في فيديو مفصل. بصح نديرها في الفور مي راهي سخانه، وفي السخانه هذا ما ينفعنا وهذا ما ينفعكم، واللي ما عندهاش نقول لك غير انجاجي فيها حبيبتي الكريمه، لانه القلايه الهوائيه في الصيف راح تغنيك على المقله على الكوكوطه على الفور على الطاجين، راح تغنيك على حتى الميكرووند البنات تقدروا حتى ديكونجليو فيها.
كاين بزاف اللي كاسبينها ويعرفوها ويعرفونها مليح، وكاين بزاف اللي باغين يكسبوها وباغين يعرفوا عليها واش يقدروا يديروا فيها واش ما يديروش فيها، وكاينه ثاني اللي تبغي تشوف هكا باش تدي القرار انها تكسبها ولا لا. لا المهم حطيت البطاطا تقلى من جهه، راح ندير لي بروشات تاع الدجاج. احمد قال لك يا ماما ديري لي شويه تاع الدجاج، ايا قلت ندير دي بروشات، حكمت درت النص صدر كيما راكم تشوفوا، قصيتو مكعبات وتبلتو، درت له الملح الفلفل الكحل الزنجبيل ثوم بودره بصله بودر شويه تاع الخل، ما تكثروش بنات خاطر هنايا يعني قلت لكم درت نص برك، بصح اذا درتو نتوما صدر كومبلي ديري ملعقه كبيره تاع الخل ولا تاع عصره تاع قارص. راح ندير لها ثاني مغرف كبيره تاع الزيت، وندير لها لا موطارد لانايا لازم يكون حاضر معايا لا موطارد مع اللحوم اللي نديرهم تقريبا كامل، ونزيد لها شويه تاع طماطم مصبره. طماطم مصبره راح تعطينا واحد النكهه خاصه، وفي نفس الوقت مام نطيبوا الدجاج تاعنا عفوا قد ما نطيبوه ماش راح يجي ناشف، ماش راح يجي يابس، مام الخل راهو يعاوننا بزاف بزاف. المهم هنا راني نخلط في المكونات هذو مليح. من جهه البطاطا تاعنا كي نحطوها طيب نحاولوا انه مره هكا نحركوها باش تطيب لنا كامل مع بعضها على نفس اللون، ونعاود نرجعها طيب. شوفوا معايا البنات هنا تقريبا قريب الطيب. المهم هنايا درتها على درجه 180 ودرتها ربع ساعه طيب. بالنسبه للدجاج الوقت اللي راه يطيب فيه البطاطا حاولت اني نتبلو باش يتنكه لي شويه، وراح نعمر لي بروشات تاعي. هنا جبت الاعواد تاع الشواء عادي، قسمت العود الواحد على زوج ودركا راح نعمرهم. بالنسبه لهاد لي بروشات البنات راكم تقدروا ترافقوا مع الفريت مع الروز مع لابوري كيما حبيتوا نتوما، راهو يجيكم طايب زبده ما شاء الله. المهم هنايا راح نحكي معكم على هاد القلايه الهوائيه، عندي شحال وانا نحكي لكم عليها ونقول لكم باذن الله نهار نجيبها راح نحكي لكم عليها. ودائما نقول لكم باللي كي نروح عند ماما نبغي نخدم بها بزاف، لانه كيما قلت لكم تغنيكم بزاف على كوكوت على الفور سورتو في الصيف، يعني الصيف والسخانه اللي رانا فيها اللهم اجرنا من حر جهنم. هذه هي اللي راح تسلككم لوحي فيها طيب، والهربه تسلك ودي تحت الكليماتيزر ولا ديها معك تحت الكليماتيزر وطيبي. وشوفوا اي حاجه راح تجي في بالك دوكا راكي تقدري طيبي فيها. شوفوا طيبوا فيها هكا الدجاج لي بروشات تاع الدجاج، ديري فيه لي سكالوب لي كويس اللحم لي كوتلات لي ستاك تاع اللحم واش حبيتي ديري، الخضره بانواعها طيبيها فيها، عندك الحوت، المهم اللحوم كامل الاسماك الدجاج بكل طيبيه فيه. طيبي فيها الخبز، تشهى وليداتك هكا كاش مسكوته يشربوا بها الحليب ولا دي مادلان، ولا وما كيش حابه تشعلي الفور باش ما تزيدش تسخن الدار تاعك تقدري طيبيها في هذه القلايه الهوائيه. شوفوا معايا هنايا البطاطا البنات بعد ما طابت راح نكمل الكونتيتي اللي بقات لي تاع البطاطا، وفي نفس الوقت نبروفيتي عندي كنت طيبت سردين بقاو زوج حوتات، قال لك احمد ماما غير اشويهم لي، ايا قلت نشويهم له هنايا في القلايه الهوائيه. وراح نرافقهم ثاني مع الرز اللي طبعا راح نطيبوا فيها هو والحميص، يعني راح تطيبي كل شيء فيها وزيد بزياده عن نظافه، ما توسخي لماعن ما توسخي الكويزينير تاعك ما تتعبي. والوقت اللي راني نطيب كاش حاجه كيما الوقت اللي كنت نطيب فيه البطاطا رحت وجدت شحال من حاجه، راح تخدان من الفرصه يعني توجدي قدام من حاجه ما بين طابت لك الحاجه الاولى ولا الثانيه اللي راهي طيب. هنايا راح نحط لي بروشات تاعي طيب، واش درت ورق الزبده لانه القاع تاع القلايه هذيك راح نحتاجها من بعد في الرز، كيما قلت لك هكا باش ما نبقاش غير نغسل فيها ونعاود. فرشت ورق الزبده حطيت فيه لي بروشات تاعي وحطيتهم يطيبوا على 200 درجه مده ربع ساعه، تعرفوا باللي الدجاج ليها ليه يطيب. الوقت اللي الدجاج تاعي راهو يطيب راح نحكي لكم تفاصيل اكثر على المقلاة الهوائية هذه اللي تقدروا تتحصلوا عليها من عند رازانا شوب، الرقم الهاتف تاعها راهو قدامكم في الشاشة ولا رابط الصفحة تاعهم اللي تلقاه في صندوق الوصف. الماركة تاع هذه المقلاة الهوائية هي اركوديم كيما راكم تشوفوا فيها. دائما البنات كي تشريوا اي حاجة كهرومنزلية الكتيب هذا جامي تهزوه تروحوا طيشوه في بلاصة واحدة اخرى وبلا ما تحلوه بلا ما تشوفوا، لازم تحلوه تقراوه صفحة صفحة تشوف طريقة الاستعمال احتياطات الاستعمال تاعو شي الحوايج اللي ما لازمش تديروهم مع هذيك الأداة ولا هذيك الآلة تاعك. وطبعا الضمان كيما راكم تشوفوا الضمان تاع الحاجة تاعكم
بالنسبة لهذا المقلات كما راكم تشوفوه فيها 5.5 إطرات. بالنسبة لدرجة الحرارة تاعها راهي توصل حتى 200 درجة كما راكم تلاحظوا. هنا يا البنات كي تحبوا تستعملوا القلاية الهوائية لأول مرة، يعني احتياطات الاستعمال، ولازم تديروا هاد الأمور باش تحافظوا على أجهزتكم تاع الدار، سواء تاع الكوزينة ولا تاع الدار بصفة عامة. ياكم تخليوا هذا البلاستيك البنات جاي شغل سكوتش هاك مغلفين به، كاينة بزاف اللي كي تشري حوايجها تقول لك ها نخليهم هكا مغلفين خير وخير باش يبقاو لي جدد. لا لا راهي دونجي، قادر يذوب لكم. كيما راكم تشوفوا لي بوطون تاعها تاع درجة الحرارة وتاع التوقيت، وهنايا البرامج تاع كل حاجة تبغي طيبيها. شوفوا شحال عندكم من حاجه تقدروا طيبوها، راح تغنيكم كيما قلت لكم على الكوكوت، المقله، الميكرونس، ما هنايا راح تقدروا طيبي بها، راح تحمري بها، تحمري بها مثلا هكا طيبتي لي كويس تاع شخشوخه ولا تليت اللي تحبي تحمري فيها، تقدري ثاني تشوي فيها كيما شويت فيها انايا الدجاج، تقدري تحمصي فيها ثاني مام الكاوكاو ولا المكسرات نتاعك، عندك طيبي فيها ثاني البلوط والقسطل. المهم متعدده الاستعمالات، كيما قلت لك اي حاجه بغيتي ديريها ديريها، تسمى هذه هي اللي راح تفرحك في الصيف غير كوني ها. بالنسبه للدرج تاعها راهو كيما شتويت نحاس، ما تحبي طيبي في طيبي فيها هكا ولا تنحي مثلا كيما انايا راح نطيب فيها الرز، وراح نبارطاجي معكم كيفاش طاب لي الرز فيه، ملصق لي، معجني، مصره الاول وجا ما شاء الله. طبعا راح نبارطاجي معكم الوصفه. وهذه هي يعني بعض المعلومات على القلايه الهوائيه، كما قلت لكم عندي شحال وانا حابه نحكي لكم عليها، كنت ديما نحكي لكم غير على تاع ماما وبزاف اللي كانوا يسقسوني عليها، ومازال ان شاء الله راح نزيد نحكي لكم عليها، راح ندير لكم بزاف وصفات فيها في الفيديوهات المقبله. هنا رحت نوجد الطابله كيما ديما نقول لكم البنات، دلوا رواحكم، دلوا عائلاتكم، تحفوا طابلاتكم، تحفوا سهرياتكم، مام كيما يقول لك راح ديري غير دلاع، تحفيه في صحن الله الله، وحطي هذاك الدلاع ولا الفقوس او وقته الصيف بلا دلع وفقوس. المهم هنا راني مغتنمه الفرصه، الوقت اللي راه يطيب لي المقله راح نوجد الطابله تاعي هكا باش الحاجه اللي طيب لي نحطها ديريكت في الطابله باش نكمل هذاك هو، يعني ما نبقاش نضيع في الوقت. البنات التليفون، التليفون هو اللي راه مضيعنا ومضيع لنا حياتنا، ماشي تحطي حاجتك طيب ومن بعد روحي شدي التليفون شوفي شكون حطت ستوري، وشوفي هذيك واش كومونتات، وشوفي هذيك لمن ريبوندات، وهذيك لمن حطت الجام، وهذيك هاكم على بالكم. الحديث والمغزل اسيدي، لاش تبغيتي تهزي التليفون الحديث والمغزل، لا هضري وخدمي خدمتك. كملت وجدت الطابله، هنا الدجاج تاعي راه هو جد كيما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش طاب، شوفوا كيفاش تحمر، يهبل. هنا ديجا الاولاد مسرقوا لي وحده تاع لي بروشات كلاوها عجبتهم، وراني نعدل في نفس الوقت كيما قلت لكم. بالنسبه للحوت سردينات هذو ما درت لهم غير لي زيبيس لداخل، درت الملح والفلفل الكحل ثوم وشويه ثوم بودر، سما مال فندير هذيك الدرسه، مي قلت كاين زوج حوتات نزيد انا نشقي روحي وكل شيء، ما كله ما فوتهم لا في شابلور لا في فارينه لا في سميد، حكمت درت لهم تبلتهم لداخل برك وحطيتهم يطيبوا، ما راح يصرى لهم والو، سما ما راح يلصقوا، ما حيتغير الشكل تاعهم ما والو، سورتو كي راني مدارها ديجا ورق الزبده. وشي هو باش الحاجه تاعنا طيب لنا مليح وفي نفس الوقت ما تنشف ما يفوتها الوقت تاع الطياب، مره على مره نشوفوا اذا تحتاج نقلبوها باش تحمر من جهه اخرى نقلبوها. هنا بعد ما طاب الحوت كيما راكم تشوفوا صاي ديجا ني وجدت نص الغداء، بقى لي غير الرز والحميص، حطيت الصحن كيما قلت لكم، الحاجه اللي توجد راح تحطيها ديريكت في الطابله، تكون طابلتك واجده ساجيه. ودركا راح نحط الحميص تاعي طيب، هنايا ما دهنتو ما والو، هنا غسلت الخضره تاعي وحطيتها في القجر كيما راكم تشوفوا، هذا ما كان كاين بزاف اللي تقول لك انا نبغي ندير الحميص ونشويه في الفرن، لانه يعني كاين يشويه في الفرن ندهنو بالزيت، لا لا ما تدهني بالزيت ما والو، اللحو ديريكت كيما راكم تشوفوا. شوفوا هنايا بعد ما تحمر لي طماطم جايه هذيك الطماطم اللي تجي شغل عاصيه لداخل ما فيهاش بزاف الماء، هكاك وتشوات مليح وطلقت ماكم، شتو ديجا الفلفل كي هزيتو طاح ساح منه شويه تاع الماء. واش راح ندير البنات هنايا، راح نحي هذا الشبكه كامل ماشي غير ورق الزبده، كيما قلت لكم ديجا الطماطم طلقت لي الماء تاعها وما نحتاج اصلا هذيك الشبكه. واش راح ندير، ماني راح نغسلها ما والو، لانه كي قليت البطاطا كانت طلق شويه تاع اليدام تاعها، هكا ديريكت راح نحط عليها الرز تاعي
هنا راح ندير قيس كاس تاع الرز، درت معاه شويه تاع زيتون خضر قصيته مربعات ولا مكعبات صغيره كيما راكم تلاحظوا. راح نتبل ندير الملح وندير الفلفل الكحل، راح ندير ثوم بودر، بصله بودر، وريقه تاع الرند قسمتها على زوج كيما راكم تلاحظوا، وراح ندير الماء. الماء هنايا راح نكيل كل وحده كيفاش تكيل، كيفاش ما طيب الرز تاعها. انا هنايا راح ندير زوج كيلات ونص سما راهي مغطيه وفي نفس الوقت ماهيش على النار اللي تزرب تنشفها، يعني هكا راح تكفيك. اما اذا حبيتي طيبي هذا الرز في الفرن، ما طيبيه على النار قصدي في الطاوه ولا في المرميطه، ديري 3 كيلات تاع الماء باش يجيك هذاك هو، لانه حنا راح نطيبوه غير في الماء ماناش راح نفوروه. درته على درجه حراره 180، راح نخليه مده 20 دقيقه. وانتيا مره على مره قلبيه، ما تخليش غير هكاك محطوط باش تشوفيه اذا مازال يحتاج وقت للطياب ولا لا. لا وليت الحميص تاعي، شوفوا البنات القشور كيف راهم يتنحاو بكل سهوله. سما هذا الفلفل اذا حبيتي تقليه راح تدهنيه شويه بالزيت ولا تقطري لداخل كيما دير ماما، تحكم تدهنوا لداخل بالزيت والملح وتحطوه يتقلى يجي ما شاء الله. سينو اذا راح ديري حميص ما تدهني ما والو. نحكم نحي الزريعه للفلفل تاعي ومن بعد نقصو. انا نحب نقص الفلفل تاعي مربعات صغار خلاص، ومن بعد نحب نحمصو هو والثوم في المقله، ومن بعد باش نلوح عليها الطماطم. سما نسبق قبل في الفلفل والثوم. شوفوا معايا البنات الثوم كيفاش طاب، طاب زبده غير بالموس هكا معستو ولا بومات. سما راهو طيب لك الحاجه تاعك للقلب، سورتو الطماطم تاع هذا الوقت هذه اللي تجي طويله هكا تجي عاصيه لداخل وما تجيش فيها الماء. راكم شفتوا كيفاش كي طيبتها لداخل كيفاش طلقت لي الماء تاعها، مام هذيك الجهه العاصيه ولات طريه هايله هايله. عيني راهي على الرز، سما كيما يقول لك عين على المقليه وعين على المشويه. عيني راهو على الفلفل اللي حطيته يتقلى شويه تحمص لي في الزيت، وعيني راهي على الرز جبت حركته شويه. ومن بعد رجعت للحميص تاعي حمصته يا ربي مام با دقيقه قسم يطلق لي برك هذيك البنه تاع الثوم والفلفل في الزيت. ومن بعد زيت طرابيت عليها هذيك الطماطم. انا طماطم نحبها تكون هكا كيما راكم تشوفوا شغل ماشي طرف طرف. المهم حكمت حطيتها في هذا البول باش نحطه في النص تسخن وندور عليها الرز. هي كل وحده كيفاش تبغي تتحف، كل وحده كيفاش تبغي تدريسي السحونه نتاعها، المهم كل وحده كيفاش تحب ديكوري. راح ندور عليه الرز ساير داير. بالنسبه للحميص ما حبيتش نديرو حار بزاف، اذا شتو راني زدت معاه جوا تاع فلفل حلو هكا باش ياكلوا الاولاد منه، لانه يبغيو ياكلوه والفلفل اللي راهو دركا حار 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 يشطح. وكي نقولوا قليان نقولوا حوت نقولوا شوا نقولوا سلطه باش نحينا هذيك القهمه، مع انه القهمه راهي ما كان. سما اللي راح تطيب في المقلات الهوائيه كوني اكيده باللي ماكيش راح تطيبي بهذيك الكميه تاع الدهون اللي نطيبوا بها في لاكوكوت ولا في المقله. اخر حاجه راح نديرها وراح ندللهم بها وراح نبدع لهم فيها هي المشروب. الصيف والمشروبات والمناسبات، سما تحبوا تديوا افكار على بالي بكم باللي حتعجبكم هذه الفكره، كاين اللي يعرفها كاين اللي ما يعرفهاش. هي انه راح نجيب الكيسان تاعي، عندي بات فروي تاع التوت، كاين بزاف اذواق، تقدروا حتى ديروا الجرينادين ولا ديروا تاع القارص ولا ديروا تاع الليمون، المهم الذوق اللي تبغوه. انا اليوم درت تاع التوت، حكمت حطيته هو الاول كطبقه اولى، ومن بعد جبت سبرايت. ولازم كي تحبوا تصبوا سبرايت، يعني المشروب الغازي ماهوش كيما العصير، لازم تروحي للشوكه تاع الكاس تاعك وتصبي بلا عقل باش تجيك هكا طبقه من تحت وطبقه من فوق ويتغير اللون تاعو ابان، يعني حاجه خفيفه كيما راكم تشوفوا هنا ولا لي غوص. وهاي ليك الطابله تاعي راهي واجده، شوفوا لي الروز البنات كيفاه طاب حبه بحبه، طيب زبده وبنين ما عندي ما نقولكم فيه. سيوه ردوا لي الخبر، تبغيو تاكلوا هكا تبغيو تزيدوا معاه الحميص، على بالي بلي راح تنوضوا وراح تزيدوا حتى نتوما تروحوا تجربوا وتبدعوا لهم في الطابله، دعوه خير برك هذا ما كان. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاعي وتكونوا استمتعتوا معايا مع هذا الروتين البسيط المتواضع بنشاط وتحفيز ووصفاته البسيطه والمتواضعه. واهم حاجه عندي اني نكون كنت خفيفه ظريفه عليكم. ما بقى لي غير نقول لكم اتهلاو في روحكم، الملتقى في فيديوهات ووصفات وروتينات قادمه ان شاء الله. في امان الله.